صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت بالقول إن 42 قتيلا و50 جريحا في تفجيرين بحمص تبنتهما تحرير الشام، حيث تبنت هيئة تحرير الشام المؤلفة من جبهة النصرة سابقا وفصائل أخرى متحالفة معها، تبنت التفجيرين الانتحاريين والهجمات التي استهدفت السبت مقرين أمنيين في مدينة حمص بوسط سوريا، حسب ما جاء في بيان نشر على تطبيق تيليجرام. وجاء في البيان 5 ممن وصفتهم بالانغماسيين يقتحمون فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحمص، ما أدى لمقتل أكثر من 40 بينهم رئيس فرع الأمن العسكري حسن دعبول وعدد من كبار الضباط، فيما جرح 50 آخرون. وكانت عمليتان انتحاريتان استهدفتا صباح اليوم مقرين أمنيين في حمص بوسط البلاد أدتا إلى سقوط 42 قتيلا بينهم عناصر الأمن.